هدي 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 كيف حالكم؟ انتم طيبين؟ وانتم مبسوطين؟ من الله قريبين؟ النبي مصلين؟ أبيله وديله بالحبة مو بالكيلو. أجل وضعكم في السليم. الله يدوم. وما زلنا مستمرين في سلسلة حياتكم الشهرية. اليوم راح نسوي لكم تحدي. السيارة اللي ورانا تحدي طلباتنا. وانت اللي راح تنزل يا فراس. لا هتنزل. لا لا لا. بابا خليها السيارة اللي قدامنا. طيب. انت عقابات ما تسوي. لا يا اخي لا. اشياء حارة ما تاكل. ما لنا بالقديم ما لنا بالقديم. اختصر الموضوع يا شباب عشان المقدمة لا تطول. سلام. السلام عليكم. لو سمحت احنا يوتيوبر عندنا تحدي. سوي تحدي السيارة اللي ورانا. احنا نطلب نفس الطلب حقك نفس الفاتورة ونحاسب عليه ونحاسب على فاتورتنا. تمام. الله يعطيك العافية. شكرا لك. يلا خذ هذه الكاميرا لا تكسر لي زي ذيك مرة الكاميرا الثانية. انت بسرعة بسرعة. روح يا عمي اخلص يلا. ايش اقول لهم ايش اقول لهم ايش اقول لهم. يا شباب السلام عليكم. يبغى يحرك انت من هنا. نبغى نسوي تجربه اجتماعيه. نطلب لكم نطلب نفس الطلب حقكم. تمام. تجربه اجتماعيه فيديو في اليوتيوب. نحن يا شباب ايش بكم ايش في ايش في يا شباب. هدي يا جماعه عندنا يا ابوي. هدي يا ابوي. اوف 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 الكاميرا انعدمت. تيجي لكاميرتك قبول تجربه اجتماعيه. تيجي تساعدك. معلش يا شباب. طيب هو لما جاء وما انا اعتذر فراس. قول انا اسف يا ابوي. انا ما قدرت اتكلم. قول انا اسف. انا اسف. اعتذر يا شباب. اقول لك قولا. قول لي يا يوم. اقسم بالله ثاني مره تمد يدك على وجه فراس ولا افقع وجهك. بس بدل ما نسويها بعدين دحين. لا صلي على النبي. تعال تعال بس. تعال احنا دحين جايين بنطلب نفس طلبكم وبنحاسب عنه يا كابتن. تمام. الله يسعدك. كم الحساب؟ شبك يا ولد. انا طلب الشباب. انا ما زلت إيه؟ لكن عشانكم بافك وجبه معاهم. والله يا حبيبي انا اعطيك الفاتوره 3 دبل اذا تبغى. اسمع يا اختي. لا 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 الفاتوره نفسها خليها مرتين. اوكي تفضل يا حبيبي. وكمان واحده زيها ثاني. اهم شيء انتم مبسوطين وما انتم زعلانين. انت تستطيع. سلام. حيو حيو ما في زيه. معايا هنا يا فراس 3. ايش بك يا فراس؟ والله خلاص صدق. معليش معليش. شو التيشيرت يا جماعه قد يسار كبره؟ في 3 ابره. تبغى اللي على اليمين ولا اللي على اليسار ولا في النص؟ ابى اكبر شيء. اقسم بالله مره جيع. هذا شكله مره كبير. عادي اعدم السياره يا فراس. اليوم لك حريه تسوي اللي تبغاه. اي بعد ما انفرش تكيف ترى ما تسوي معك هذه الا ورا السياره ما ادري. والله يا جماعه ايش هذا البرقع؟ يا ربي مشاهد. والله شوف كم طبقه. 3 طبقات. تبغى هنا وهنا ايش تبغى؟ ما ادري ايش فيه والله. بس خذ شوف انا جاني فراس. والله برجري موزه حقك مو كبير. اكتب عليه تيك هاوس. نفتح ونستكشف. والله شكل البرجر مشهي يا جماعه روعه. طبقه واحده بدك؟ والله تسري. والله جيعان. غذي بصرك يا عزيزي المشاهد. ما تراه امامك برجرات اللي انفرش عليها فراس. طبعا وجبتي يا متابعيني اصابع الدجاج. بركات. كمان في حاجه ثانيه. شوفوا يا جماعه ايش ده. ايش كل اصابع. خلينا نشيك على اصابع مزللة حقت واحده واحده. والله ما تاكل واحده بس. والله واحده من نفسي. واحده من نفسي. عينك ما تاكل. ايش رايك بالله يا جماعه البرجر حق ستيك هاوس هذا فيه بصل مكرمل كذا مع باربيكيو. البرجر هذا جربوه مره ممتاز. ايش فيه؟ شايفينه فيه اختفت حبه. شكله انت اكلت. شوفها والله تموت. تموت. الله على الجمال. لا تاكل. فيزا قرمشه. ايش المطعم اللي بعده؟ نفسي في كنتاكي. بس انت اللي تنزل. سلام. لا والله ما حنزل ورب الكعبه ما حنزل. لا تحلف لا تحلف. ما حنزل ورب الكعبه. اليوم يومك. والله ماني نازل. الا جايز. فاهم معاه بعدين متابعيني. سلام. بابا في
واحدة. شد الأمور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حبيبي انا في تشالنج يوتيوب اوكي اوردر سام سام نيكست كار اوكي زي طلب هو اكبر سام سام بس تعلم مني ترى انا ما حنفرش ان شاء الله باذن الله تنفرش يا فيصل والله حكمت عليك شماته ان شاء الله ما انفرش السلام عليكم كيف حالك يا غالي تسمح لي اصورك احنا عندنا تجربة اجتماعية في اليوتيوب نطلب نفس الطلب حق السيارة اللي ورانا ونحاسب عليها عندك مانع اذا طلبنا نفس الفاتورة حقتك الله يعطيك العافية والله والنعم فيك شكلك رجال طيب اطلب اللي تبغاه وانا بحاسب الله يسعدك الحظ واحد لحاله صار ما نزل من السيارة بالعافية بالعافية Where is my order? Thank you هذا بيبسي Thank you ايش باقي؟ ما خلاص same order نفس طلب؟ الله يعطيك العافية واستر ما واجهك خليك امسك يا ضعيف امسك مو انا اللي مفرش يا تعبان امسك يا انه انت عندك اسلوب يا انه الادمي طيب والله الادمي طيب شوف لنا تجربه طيبه نفتح ونستكشف الله الله انتوا شايفين متابعيني هذا يبغى له قسمه تعدي اسمع هذا لعبتي ايش الثاني لا يا فيصل ملت زنجر بنكهة عطفت فيصل يعني نقسم يا الله كيف الدجاج شرايح ما شاء الله عليك دعس بنزين مع الدعس والله يا جماعة رهيب لا يفوتكم الملت زنجر من كنتاكي ايه كريم ولا كفين وجبتي ما في وجبة لك انا باكل ما عندي ما طلب الرجال وجبة الاطفال ايش انا قلت كذا سرحان ما اكل دحين اشوف ايش في طلبات اصبر شوف يدي كيف ملغوصة اللي ما جرب الملت زنجر فاتوا شيء كبير من كنتاكي اتوقع في شيء لذيذ ثاني يا رب والله اتمنى انا نفسي في دجاجه من فراس يا رب ايش هذا نفتح ونستكشف الله ورب شكله سبايسي ايش هذا شيء جديد هذا جسمك شوف حرارته كيف الله لذيذه الله يا عمي نكهه جديده اقسم بالله يا فيصل لو ما دقتها فاتك نص عمرك يا رجل بهارات مميزه نكهه ليمون مع فلفل يا الله عافية عليك انا والله ما اقدر اكل سبايسي تدري ليش؟ لأني شامل ريحة شيء أحبه هنا. الله يا جماعة البطاطس هذه العشق. يا الله يا سيدي الدجاج اللي أنا أحبه. والله فيصل زعلان ما جاب له أكل على قده. ما جالك طلب. معليش يا فيصل كله سباشي. يا جماعة هذه البطاطس من كنتاكي اختراع عظيم. إيش تبغى؟ والله أحبه ورب الكعبة. أعطيك شوي لا تحط يدك هنا في الصحن حقي. لما تاخذها في نفس الوقت تاكلها بقرمشتها وحرارتها. يا الله أهم شيء تغرف كذا تطلع في يدك كذا مجموعة بطاطات. أيوه عالمية. نقول الأول في اللعبة في الدجاج هو؟ أكيد. ما يحتاج. غير إذا سويته بخلطتك. أقسم بالله. حق الطاز حق الطاز بالخلطة. مرة رهيب. فيصل. كلمت ايوه انت دحين ايش المطعم تبغى نروح دحين والله اللي تقول عليه اروح صحن البطاطس دن اخر حبه دن فيصل ايش تبغى المطعم اللي بعده وعلى شرط ما راح نختار يعني السياره اللي ورانا الشيء اللي انت تبغاه حتى لو ناكل جوا ما عندي مشكله اللي تبغاه والله وصفه كبيره يا فيصل كنافه فاكتوري يجي يلا والله يجي حل هيا بنا الى كنافه فاكتوري وصلنا كنافة فاكتوري وراح نطلب الكنافة حقت فيصل هيا بينا يا اهلا وسهلا حياك الله وبياك الله اللي جابنا عندكم فيصل اليوم سمي هذا ما يحتاج ها عملنا بس يبغى كنافة صغيرة ابشر من عيوني احلى كنافة تجيب الله يسعدك طيب ايش نحط فوقها وكذا على كيفك ايه على كيفك انت يا فيصل لا على كيفك انت طيب حط لنا شوكولاته ولوتس زبطنا كورن فليكس وكذا حركات الله يسعدك طيب فيصل ممكن تحاسب؟ اكيد عندي فلوس يلا كفو كفو ياك الله نورت اول مره احاسب بالجوال وانا صغير كنت احاسب بالكاش مو بالجوال والحين ايش انت كبير يعني؟ خلاص ربع ساعه نوصل كرمك ان شاء الله شكرا وصل الحلا الجميل الله يسعدك ويكرمك غذي بصرك يا عزيز المشاهد ما تراه امامك اطلق كنافه يحبها فيصل صح لا في العالم هذه الكنافه يا جماعه الخير يبغى لها ايش شجاعه لازم تغوص فيها باقوى ما عندك اهلا بك بالطيب مكاننا ابلع يا مدير رب تفرمت لك المخ
ايش ده؟ والله مصنوعة بحب يا جماعة، طرية طراوة وحار القشطة، شيء شيء في القلب، بعدين مع قرمشة الكنافة وال كورنفليكس بسيطة لكن ايش؟ قسم بالله خليتني ما اكل الا كنافة، حتى الفخور كنافة والعشاء كنافة والغدا كنافة. شوف اللقمة هذه الخنفشارية اللي ما ياكل منه كسر سنه. ابلع يا مدير، لازم نسوي تحدي كنافة والله. صينية؟ لا 3 متر كنافة ولا متر تنين، هي كثير ولا قليل؟ 3 متر كنافة، ترقبوا هذا التحدي. والله زبطت. ايش ده؟ الله قتل حالك. ايش هذا؟ ايس كريم كنافة. والله حركات. بيستاشيو؟ كوتن كاندي؟ شوكولاتة. ابلع يا مدير. اوه كنافة. اللي فوق ايس كريم. يا جماعة هذا غير مفهوم الكنافة، والله ابداع. اللي بيجرب شيء جديد يجرب هذا الشيء. شيء خنفشاري. قرمشة؟ غير قرمشة. الله على الجمال. حانت الآن فقرة السرسحة. ربي طعم فايق يخلي المخ رايق يثبت رايق. الله على الجمال. بهذا تكون انتهت حلقتنا، لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. سلام. يا جماعة تراني انا ماني مصدق انه في سن هذا قاعد يتحرك، شكله قربت اكبر زي بابا. بعدها تطلع لي اسنان كبير. ايوه يا سرينا سرينا عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي يشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع انت تستطيع